عشرة موسى سلسلة من مواليد بيت صحور. تعلمت صناعة الصدف في البداية مع والدي، وكان والدي من الفنانين المعروفين في المنطقة، ومن أعماله الفنية هيكل كنيسة اللاتين. كان أكثر أعماله للقصور الملكية وللأمراء والشيوخ. بعد سنة 67 بدأت أشتغل في صناعة الخشب، وحتى استمريت للوقت الحاضر. ومن مدة 3 سنين بدأت أعمل في قطع فنية لمدينة القدس، لأن حرمت منها لأن كنت دائما أنزل على مدينة القدس وانقطعنا فجأة. ومن 3 سنين فكرت إني أعمل مدينة القدس عندي في المصنع، وكادت هذه القطع الفنية شغل فيها ما يقارب 3 سنوات. هذا عملته في أصغر مقاس لمدينة وأصغر مقاس لمجسم. المقاس ما يقارب 2 متر في 1.80 متر، وكان عمل يعني اللي أكثر إشي إتقان، وحمل معي ما يقارب 3 سنوات. بالنسبة لصنع مدينة القدس وأنا أعمل فيها، كان يعني كان من وحي ما عرفتي في القدس من كثر ما كنت أنزل على مدينة القدس، لأنه ما فيش شيء مجال ثاني.
لو جبنا صور أو شيء ما بتعطي الفكرة الكاملة عن القدس. كنت أعرف كل مداخل القدس وشوارعها بحكم عملي، وأنا أعمل في مثلا أي قطعة أو أي شكفة في